جوه كنيستي، جوه كنيستي موجود إناء الذخيرة، وده إناء صغير مدور من الفضة أو المعدن وليه غطى محكم. أبونا بيستخدم إناء الذخيرة عشان يحط جواه جزء من جسد ربنا مغموس بدم ربنا، عشان يناول الناس اللي مش قادرة تيجي القداس، زي مثلا الناس العيانة يروح لهم أبونا بعد القداس على طول، ولو أبونا هيتأخر شوية على المناولة لأي سبب يحط إناء الذخيرة اللي جواه جسد ودم ربنا على المذبح ويولع شمعة ويخلي شماس يقف حارس لإناء الذخيرة. الله، كنيستي دي جميلة فعلا، أنا بحبها جداً.